تعرفون شنو السؤال يوصلني كثير؟ يقولون لي إنزين عرفنا عن مساوئ الخبز وعرفنا عن مخاطر الجلوتين، ولكن لما وقفنا الخبز ما نعرف شنو ناكل. ما هي بدائل الخبز السريعة السهلة؟ وين هي؟ بدائل الخبز أسهل مما تتوقعون، يعني لأن أنت حياتك مبنية على الخبز وعلى القمح وعلى المعجنات وعلى البيتزا وعلى الساندويتش. يمكن أنت تحس حالياً أنه صعب عليك أنك تستبدله بأشياء طبيعية أكثر، ولكن ترى الاستبدال جداً سهل، لأنك ما زلت تستطيع أن تأكل شيء مشابه للخبز بدون ما تحصل سلبيات القمح أو مخاطر الجلوتين على الجسم أو تأثيرها السلبي على الجسم. فخلنا نقول كمثال، في بعض الحبوب مشابهة جداً للقمح وتقدر تستخدمها كبدائل. مثلاً الحنطة السوداء كمثال، هي في الواقع مو حبوب ولكن يستخدمونها كحبوب. الحنطة السوداء اللي اسمها البكويت بكل سهولة تستبدل الخبز، فخبز الحنطة سهل يتسوى. عندي حلقة أيضاً نزلتها على يوتيوب من قبل إن شلون نسوي خبز الحنطة، وطعمه مشابه وحتى طريقة عمله مشابهة جداً للخبز. فيعني في يابس يعني غليظ، ممكن انه لما تحط فيه ماء ممكن انه يصير يابس، ممكن انه يصير خبز. ولكن ايضا في ناس يستخدمون دقيق انواع ثانيه عشان يسوون فيه خبز، مثلا دقيق الشوفان ممكن، او حتى الشوفان نفسه مطحون، دقيق الدخن اللي هو الملت، الدخن نفسه كحبوب تشبه شوي القمح ولكن حلو لانه ما فيها جلوتين، خاليه من الجلوتين من الله يعني. ف تقدر تستخدم دقيق الدخن تسوي فيه نوع أنواع الخبز. شنو بعد؟ في دقيق الحمص. دقيق الحمص جدا سهل، يستخدم كثير في المطبخ الهندي في الواقع وحتى في المطبخ العربي بدرجة معينة، لأن يسوون فيه تعرفون الكباب النخي يسمونه اللي هو على دقيق الحمص، كل سهولة تسوون فيه خبز. وعندي أيضا لا حلقة عن هذا الموضوع، دقيق الحمص سويت فيه خبز مرة. دقيق البطاطا مثال آخر أيضا ممكن أن تستخدمه. الرز نفسه، الهنود عندهم طبخة اسمها دوسا في جنوب الهند اللي هي كأنها بانكيك بس على رز مخلوط مع عدس، فعدس ورز منقوع بعدين يخلطونه في الخلاط وبعدين يصبونه كأنه بانكيك، جدا سهل وجدا لذيذ. والرز من الله طبعا، الرز والعدس اثنينهم بدون جلوتين، فجدا سهل أن تستخدمه كبديل للخبز. فلا تحسون ان انا بس لاني شلت الخبز معناته الحين ما عندي ومعناته حياتي كلها صارت مؤلمة. حتى بعض المطاعم اليوم، لان الحين صارت موضة يعني، ما حد وايد كثير ناس يطلبون خبز بدون جلوتين، فكثير من المطاعم الحين تشوفون عندهم جلوتين فري، والجلوتين فري الدقيق عادة يكون خليط يمكن بين دقيق الرز ودقيق الذرة يمكن، ولكن انا ما ذكر دقيق الذرة لان كثير من الاحيان يكون الذرة معدل وراثيا مرشوش، إلا إذا لقيت طبيعي أورجانيك عضوي قصدي يعني يكون أفضل يعني، ولكن كثير ناس حتى تحسسون من الذرة، فإذا لقيتوا البدائل الثانية يكون أفضل. ولكن لما تقطع الخبز مو شرط تستبدله بخبز نوع ثاني، وهذه يمكن العقلية اللي بتصير توصل لها أنت في ليفل 2، يعني لما تقطع الخبز وتحس أن حياتك ما انتهت وحياتك ماشي عادي وبالعكس سعيد وفرحان، يمكن تبدأ تجرب حياة بدون خبز. يعني أنا إذا باكل حمص مثلا ممكن أكله مع خس، ممكن أكله مع بربير، ممكن أكله مع جزر، أعواد جزر، أعواد خيار، قرنبيط. لما أكل فول ممكن أكل فول بالشوكة عادي، حتى الفول مدمس عادي أكله بالشوكة. لما أكل متبل مثلا ممكن يكون مع رقائق الأرز اللي هي رايس كيكس يسمونها، اللي كأنه رز مضبوط منفوش منفوخ وبعدين مضغوط، تشوفون يبيعونه في البرادات أو في محلات الأورجانيك. فمو شرط إلا لازم خبز، ومو شرط إلا لازم شيء يشبه الخبز في الطعم وفي الشكل وفي الرائحة وفي كل شيء يعني. فمع الوقت بتبدأ أنت تتعود، ولما شوي شوي تشيل الجلوتين، طبعا في البداية بيكون صعب إزالة الجلوتين، فتشوفوا حلقة اسمها إدمان الخبز، تكلمت عن الإدمان وعن صعوبة إزالة الخبز بين يوم وليلة، ولكن تصير ممكن إنه يصير هذا الشيء عن اقتناع، عن علم. لما تبدأ تتعلم شنو هذا الشيء، شنو الجلوتين قاعد يسوي في جسدك ولماذا أحتاج أن أتفاده، فلما تتخذ القرار أنك تتفاده ينفتح لك أبواب كثيرة من الخيارات. فلا تحس
إن فقط الخبز والقمح والمعجنات هي لازم تأتي من مصادر فيها جلوتين، ممكن إن أنا أكلها بدون. طبعا هذا كان رأي والقرار قراركم. إذا عجبكم هذا الفيديو حطوا له لايك عشان ينتشر أكثر وتساعدوني أنشر الوعي الغذائي في العالم العربي، ورجاء رجاء سووا سبسكرايب، اشتركوا في القناة وحطوا حتى زر الجرس عشان توصلكم الحلقات أول ما تنزل. شكرا لكم.